السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جولة تفقدية على المزارع على البساتين، وعندنا اليوم شوي وطهو. شوي وطهو شوي. سكينة عندك؟ سكينة. شوف أعزائي المشاهدين، شوف منير. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم أولا نعقم أرواحنا. أنا راح أقعد برمي الماجيتول وأجي والله. اليوم إيش طابخين النوم ويا بيت الطيور؟ جاي ننظفه شباب. هسه احنا اليوم فول. هذا المقطع عريتكم دعمكم القناة علاوي استاذ يوسف، وجاي احنا طالعين سفرة هسه، وجاي ننظف لنا مكان للقعدة، ومثل ما تشوفون جاي ننظف. وهذا استاذ علاوي، احنا بخدمتكم ان شاء الله. ان شاء الله اليوم عندنا جولة تفقدية على البساتين. حلوة يا مال تفقدية، يعني نشوف شنو الاوضاع الامنية، وين يمثلون البوبجي طب هاي المنطقة. حبينا شوية هم النفع عن نفسنا، وهم شوية قعدة وطبخ. عندنا شوي العفو، مو طبخ. أنا أستاذ يوسف جاي صور وياكم، وأخوكم لا تنسونا بالدعم واللايكات شوية على مود القوة. بلوري دعمونا بلوري على قولة منير. حسين اليوم ضيف ويا الحسين، اليوم بالسفرة أول. زين ما وصلت فيل اللعبة بوم. لا ولا يبين بالعبرة. بوم. نشوف يا اليوسف. لا خلاص تسمية أطلع صور. ما عرفت. هذا مثلاً سامي يقولك يا أرضنا يا أرضنا يا أرضنا يا ذا الكرم، ساعة لك وساعة لي. أشيل هذا الموبايل. وتعرفون أنتم أستاذ يوسف علام الزمات طبعا، هواي يتعبون يعني ويستاهلون اللايك والاشتراك. خدمتكم. احنا قناتنا راح تلقونها اسفل المقطع بالوصف. تلقون لا تنسونا بالاشتراك واللايكات، لايكاتكم الحلوه. طبعا شيء اكيد هم احلى من اللايكات بعد. احنا عندنا استاذ يوسف هسه جاي يصور. يعني حمرة، هذا اقول بعده نقي السمك. اي تازه يعني، مرات تشوفه مثل السراق بيه. هذا يعني تعبان. اي يعني لا يعني تعبانه، هاي شلون يقولون كبيره بالعمر او فتشي يعني كلش مريضه او فتشي بيها، يعني هي هاي. شوفها دائما شوفها كانها لحم. باوع حمرة بلق بلق. خلاص كمل فيها شيء. الحمار طبعا تعرفون السمك اذا بايت لا بايت عادة ما عليه شيء، هو يبات بس اكو اطاله. يقولون لك طبعا رغم ما ناره موجوده وشمس موجوده والجو بارد. والله قاعد تبوا تشوفوا تقولون لا شمس موجوده وتعمل عيون، بس شنو هو الجو بارد؟ كلش الجو بارد. الجو جميل وشاعر. الجو حلو. شباب السمكة مالتنا جهزناها والخلطة فهداء المشتركين علاوي ويوسف. شوفوا شلونها. يا ريت تفضلون ويانا. هي الغاية شباب الطلعة مالتنا. شوفوا الأجواء هنا ايش قد حلوة، هالقصب والبردي والنخيل كما يقولون كما هو هذا. ومن ثم لكي أنه هل يا ترى ليت. طبعا الاجواء كلش جميله كلش روعه والله العظيم، يعني قد ما تحس قد ما تتوقع. هيك مكانات احسن يعني من كل المكانات. الاجواء شنو جميله؟ جميله ورائعه. ورائعه والله العظيم فتشي يعني كلش حلو. تاخذك ساعه احسن ما احترام الشباب وهاي كبيره قاضيها هيك وهيك. والله تونس في البكانات يعني حلوه. والله الله شاهد طلعتنا هاي يعني. ايه يعني هي طلعه ساي كلش حلوه يعني. انت مثلا يعني هم بتغدي هم يعني بتونس على الطبيعه هاي. مثل ما كان نارجيل تذكرت والله لو جايب وياي النرجيله ذكرني. والله تكتك بالنرجيله طر ما طر. اريد نسكر الخشب يلا بعدين نسكر الخشب.
شباب على فكرة أنا مو من عشاق النارجيلة وغير النارجيلة، أنا من عشاق الأندومي. فيها تتوى كرم. راح تخلصون العطبات تقلبون فيه. لا مو ما جاي بس دخان يطلع خليته احترق له ترى. شوف قبل احنا متشين بثورة العشرين ماكو ثورة العشرين موجود ثورة العشرين كنت محط ولا للمسايد قبل كان حرب بالمسايد مسايد يا مسايد المصيدة هاي مال ايش مسايدة اسرائيلي لا اقول لك المسايد هاي يسجون بها الكريدية ترى مسامع مسايد مسيادة مسيادة صدق يا مسيادة يسمونها راح نخلي السمكة هنا ونبدأ بالشوي وهالطلعة الحلوة وما نروح لها نجوز حتى ندافع كمان ندافع كيف عندنا البحر وهاي نكتة اكو فد يوم واحد راح للشيخ قال له شيخنا هل يجوز الزوجة ترقص لزوجها؟ قال بلى يجوز نعم يجوز ترقص. قال له زين هل يجوز الرجل والمرأة يسمعون أغاني؟ قال لا ما يجوز. قال لعد شون يرقصون على دعاكمين. طبعاً أنا حتى الواهف يعني حتى الواهف يعني الجو حلو حلو يعني ما أقدر ما أعرف شلون أوصف الأجواء ما أعرف شلون أوصفها شلون أعبر ما كاظم غني كاظم الشاعر وفضل لا جميل وشاعر لا راح تستوي راح تستوي وهذا منير جابها لنا وراح ناكلها ونشرب العوق منير ورونه استاذ يوسف كما تشاركني بيها انت تشاركني بالقناه وحتى بهاي شاركت لا حول ولا قوه الا بالله لو جايبين ويانا فراش هاليوم منير لو جايبين فراش وبايتين هنا صلوات على محمد وعلى محمد هاي النعمة شوفها عزيزة المواطنة عزيزة الكبوي هاي تفيحات على مود الأكل شبابنا شوفوا احنا ان شاء الله راح تكمل السمكه مالتنا على النار هسه هي جاي نحمس بيها ورا ما تخلص ان شاء الله تبدا الولي ان شاء الله ورا ما تخلص شوفوا شباب شوفوا شلون شوي خاب يشوفونه من الظهر وقالوا احترقت لا 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 قشور وما يعرفون الكليس او الدريل هاي السفرة ان شاء الله يجيبوا فرشة السفرة ها؟ فرشة جو لك ونقدر نلمه جاي تصور؟ ايه ما شاء الله هذا الخبز هذا عنده هذا الخبز اللهم صل على محمد وآل محمد هذا الخبز ترى مال منير هو منير خبزه يقول الا بيدي اخذه وياي بالسفره هو خباز قبل كان سبع سنين قبل احنا نسميه قبل لك اللهم صل على محمد وعلى محمد